الت فليكر الت فليكر اشتم الالت فليكر اشتم الالت فليكر الله على الشمشمي كان يسموني شمشوم انا من قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وسام، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون من احد المتابعين بعت لي اياه هذا الفيديو وقال لي ساوي عليه ردة فعل، قال اشتقنا للمتعة البصرية. فاسم الفيديو اليوم تبعنا 9999 اي كيو، فالمفروض انه يكون في شيء ذكاء وقصص وسير، يعني بتعرفوا انتو فيديوهات الذكاء دائما تكون حلوة وممتعة. وبعرف انكم مستغربين انه شكلي طالع غير انا حالي، حلقة جديدة مثل ما لكم شايفين، يعني انه بالعادة ما بحلق هيك انا، بس هالمرة هيك غيرت اللوك. شو رايكم باللوك؟ اعطوني رايكم اعطوني رايكم. فيب فيديو اليوم رح يكون ردة فعل على هذا الفيديو اللي هو 9999 اي كيو. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط اللايك وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. هلا بلا ما نطول بالمقدمات اكثر خلينا نبلش. Let's go. هاي القناة بتذكر سوينا عليها ردة فعل مرة من قبل، يعني بتذكر انه كان فيديوهاتها حلوة. بالفيديو عنا فاني واكا بداية نارية، بداية نارية من فاني بمينياك. لا تهجم على فاني على البوف، لا تهجم والله بتندم. حلوة دي من اتشو. شو الفيديو اليوم بخصني شايف؟ حلوة حلوة من اتشو، بس الفيديو بيخصني اول لقطة لفاني طالع قتلة شو؟ لابو عم يطير. حلوة حلوة من لابو، هي شلون عم يطير وراها لفاني كانت كثير حلوة. الله المارتز الله المارتز، فات لعبجهم كلهم، فات لعبجهم كلهم. ما معه مزح مارتز. شو هاي نايس اوتو ايم يا محمد دمجك. حلوة حلوة اللقطة حلوة. ليش هاد ما عم يتأثر؟ شو هاي؟ بالكوستوم، بس والله شو ظريف المونتاج، والله حلو عجبني. فاني حلوة دي من فاني، حلوة حلوة. وانت تشوف محترف فاني والله بتنبسط. هلا انا عرفت ليش وقت العب فاني فريقي بصيروا منايب، لانه بيكونوا عم يستمتعوا وهن عم يتفرجوا عليه، بيعرف. هلا عرفت. هي اللقطات حلوة، هي اللقطات حلوة من فاني، عشق عشق هي اللقطات من فاني. لا هذا تحمس زيادة حسيته. الودي الودي، لا لعيب 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 لعيب، هذا لعيب. هذا ما كثير حاسه، يب هذا ما له كثير، بس حلوة. لا هذا تحمس زيادة كمان. قلنا اللقطة الثانية من سيلينا ولا بياتريكس؟ سيلينا. ايوه ايوه. شي ظريف هذا بياتريكس. او شوش او شوش فرد شكل هاد. يا هلا قالت له، قالت له يا هلا، قالت له نورت. اللقطة اللي بعدها عنا اياها من لابو. نايس، ما في انتي هيل. لساتنا بالارلي جيم، والله دمجه عالي والهيلينج تبعه عالي بالارلي جيم. بس فرق الفرق الفارم، فرق الفارم. بس لعبه حلو، لاحظتوا اللعب تبعه والله لعبه حلو، يعني يمكن انه فرق فارم وهيك بس لعبه حلو. الله لسلينا على الانقاذ. حلوه حلوه. اللقطه اللي بعد عناها من تشو. حلوه دي الاميون اللي سوا. والله علق واصفق. حلوة منه، حتى لو مات حتى لو مات والله حلوة منه. بس ناتان ناتان من الهيرويات المزعجة بشكل شي مرعب. اوف ايش هذا؟ سفج بثانيتين، سفج بثانيتين. حلو استن فليكر. يا سلام عليك يا ليليتا. هلا بس مين يفوت يدمجون؟ لابو يلا فوت. بس هيك هي اللقطة ماشي حالها. حلو حلو اللقطة. الجوشن، الله على الفري ستايل من جوشن. حلو منك حلو منك يا الجوشن.
هلا بس هي اللقطات يعني انا ما كثير احبها بالفيديو لانه خلاص ما في داعي. كلين دم اوش اعطاها رصاصة العدي عدي. عم تشوف محترفين بهذا الفيديو والله. شو اخذوا على الالت حلو. طب ما شو استفدنا؟ دايروس طلع العايش. لا هذاك طلع عايش. طب ما شلون يعني شو؟ ارجونا اللقطة من جوا. حلو حلوة حلوة منه حلوة منه حلوة من تشو. الله عليك يا تشو. بس تشو الخصم قال له وقف قال له وقف. حلوة من تشو الخصم اكثر من تشو هاد. والله حلوة ظريفة وحلوة وجميلة. الله حلو. هي اللقطة من احلى اللقطات في الفيديو. لقطات الانسانية. وات والله شي ظريفة شي ظريفة والله شي ظريف. حلوة كثير من سلينا كانت. حسيتها سلكت معها نوع من السلك. شو؟ دي اللقطة هي ما استوعبتها. هذا الفري ستايل اللي ما بيعرف يسوي فري ستايل بيسوي هيك حركة. اللي بيعرف يلعب بيلانس. Wir bei OMR arbeiten mittlerweile recht regelmäßig mit Fiverr. Das Ganze fing so an, dass wir für ein neues Projekt eine Landingpage brauchten, die auch SEO optimiert sein sollte. Und da haben wir uns ein bisschen bei Fiverr mal geguckt, wer das gut kann. الإعلان بيطلع دائما بوقت إنه ليش شو بدك يعني إنه شو بده الإعلان مني أنا ليش دائما بيطلع لي الإعلان بوقت إنه بقتل المتعة ليش ليش. خلينا كمل نسيت شو كانت اللقطة ونسيت شو كانت عم بحكي و... خلاص ماشي. ها دمجك شو مشان دمجك حبيبتي بتلعب عم يلعب ضبوطات. ها شو مشان الانرجي كمان حجي. شو المود اللي عم يلعب فيها دمج مو طبيعي والمانا ما عم تخلو. التيجريال الت فليكر الت فليكر اشتم الالت فليكر اشتم الالت فليكر. الله على الشمشمة كان يسموني شمشوم انا من قبل. الت فليكر فورا قنصتولكم ياها. الله على الستان يا اخي. اللي بيعرف يلعب سلينا ويعطيك ستان هيك من اخر الدنيا. ليك هالستان من اخر الدنيا من اخر. هو قصده على لانا بس اجى الكلينت ما بيأثر بس انه من اخر الدنيا عادي عادي جدا. كان قصده زيوزونج اجت بانجيلا كمان عادي جدا. كان قصده كمان مرة ثانية بيوزونج اجت بفارسا كمان عادي جدا بس حلوة منه يعني. هالمرة قصده على كلينت اجت بكلينت. هالمرة ضبطت معه بس لا حلوة حلوة والله حلوة. الالكارد حاسس انه اللي ضده ما عندهم لايف ستيل. انتي هيل عفوا. ما عندهم انتي هيل ولا بشل اللي ضده. وفرق الدمج طبعا هاي فرق الفارم. حاش تعيد اللقطه هاي. عادي تعيد اللقطه هاي والله عم بيخ الفيديو. تعيد اللقطه هاي يا حبيبي. خلاص فهمناها فهمناها والله خلاص فهمنا انك فني فني بالمونتاج الزلمه. حتى هدول ما عندهم انتي هيل. العالم مو فاهم انا شو يعني انتي هيل. العالم ما عنده فكره شو ما بتعرف شو يعني انتي. يا شباب اشتروا انتي هيل اشتروا انتي هيل اشتروا. ثانك يو ماي تيم. والله تيم الله تيم بعدين بيلحقوا. شو بده هداك كان؟ هداك اللي طلع. هداك اللي طلع شو كان بده؟ نرجع نعيده بس نشوف كأنه تحمس زيادة حسيته.
شوفوا حلوة من لانس. دمج. خلاص قررت احترف لانس يا شباب. انا بعرف ان اللي بيعرف يلعب فيه لانس بس مو هالاحتراف، احترفوا خلص. هذا مونتاج لانس صار، شايف الموضوع. بس لانس الصراحة من الهيرويات الممتعة جدا اذا بتعرف تلعب فيه. يعني ليك ما بيهدى والله حلو، بس انه اذا بدك تلعب لانس انت بدك تنسى شيء اسمه اوتو ايم، وفعليا باللعبة عشان تكون محترف لازم تنسى شيء اسمه اوتو ايم. حلوة من لانس، لانس اللي كان ذاك لعيب ما بعرف نفس الشخص كان. بصراحة هي اسمها غباء من تشو، عم تساير ريكول هون. يعني ما شي حا. القوشن هلا دور القوشن، والله كمان قوشن هلا. شوف أكثر أربع هيرويات ممتعين باللعبة هن الثاني رقم واحد لانس، قوشن، بنديتا. هدول الأربعة عن جد اللي بيعرف يلعب فيهم ممتعين لدرجة كثير حلوة، كثير. شلون يعني ممتعين لدرجة؟ ممتعين. خلص الفيديو؟ تسع دقايق. طيب الفيديو شلون خلص؟ صراحة الفيديو عجبني كالعادة، يعني تخيلوا انا نزلكم فيديو ما اكون راضيا عنه. خلاص طالما الفيديو نزل على القناة معناته انا استمتعت فيه، خذوها قاعدة يعني. خلص الفيديو نزل على القناة يساوي الفيديو ممتع، الفيديو متعة بصرية، الفيديو عبارة عن شيء جميل وشيء خارق للعادة. فيب هذا هو الفيديو تبعنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، ولا تنسوا تقولوا لي رأيكم بالحلقة. شلون؟ هي من هون، هي من جاي هيك الدقن. شلون بالله؟ شغلة ما متعودين علي دائما هيك دقن، بس هلا خلاص هيك نعمة ظريفة. تقييمكم يلي بدو الانستغرام تبعي، هي الانستغرام حيطلع لكم على الشاشة، ضيفوني هنيك وتمتعوا بجمالي على الخاص. تمام بنات، ضبطوا اموركم، لحقوا حالكم ها، العرض مغري. لا قلنا عروس صحيح. فيب هذا هو الفيديو تبعنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم مثل ما قلنا. اذا عجبكم حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، وبشوفكم الفيديو الجاي. سلام.